مرحبا فيكم أحبائي، اليوم حنعمل عصير الشمام، عصير طبيعي وصحي وبدون أي إضافة للسكر. هلا أكيد أول شي حأعمله حأقطعه بالنص بهالشكل هيدا، وهلا بدي فرغ قلبه من البزر بواسطة الملقعة، وأكيد بدي أقشره. قطعتهم بهالطريقة بهيك حجم، حأضربهم هلا بالخلاط ونعمهم على الآخر. شايفين قوامه كيف أحبائي؟ سلس وناعم جدا، منه بحاجة إني صفيه أبدا. طبعا أنا عملت حبتين من الشمام لأنه حبيت الشمام عندي مثل ما شفتوا صغار شوي، وما ضفت له أبدا مي، وأكيد ما في داعي إني ضف له سكر لأنه الشمام هو بيجي حلو. وفي نصيحة بدي إلكن إياها، إذا ركب معكم الخلاط أنتوا عم تفرموه حطوا كميات قليلة وفرموها ورجعوا زيدوا، لأنه إذا كمية كبيرة مرة واحدة على خلاط نوعيته مش كتير منيحة ممكن يروكب وما يفرم لكم إياها بالطريقة السلسية اللي أنتوا بتفضلوها. بسم الله. وهيك بيكون الشكل النهائي لهالعصير الشهي لإلنا. بتمنى من كل قلبي يكون نال إعجابكم، عن جد شكله كتير مشهي، عصير فريش وطبيعي وخالي من أي إضافات وطعمته بتاخد العقل صدقوني. بنصحكم كتير إنكم تجربوه، وإذا جربتوه اكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنت، كتير بحب أقرأ آرائكم. وبنهاية هالفيديو بتمنى يكون نال إعجابكم، وإذا عجبكم ما تنسوا تحطوا لايك.